السلام عليكم ورحمة الله. كان رجل من الأنصار يدعى ثابت ابن يسار طلق امرأته، فلما أوشكت عدتها وكادت أن تنقضي راجعها ثم طلقها، فعل ذلك مرارا. فأنزل الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا بالطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فكادت وأوشكت وقربت عدتهن على الانتهاء، فأعيد النظر بتروي في طلاقكم، هل هو في مصلحتكم أم ضدها؟ وهل من مصلحة الأبناء أن يفترق الآباء؟ فإن رأيتم أن الأصلح في بقائهن فأرجعوهن وأمسكوهن بالمعروف، وأدوا إليهن حقوقهن كاملة، وأحسنوا إليهن بالمودة والرحمة وحسن العشرة. وإن رأيتم ألا رغبة لكم في البقاء معهن فاتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ثم سرحوهن بالمعروف. ومن المعروف أداء الحقوق إليهن كاملة دون نقصان، ومن المعروف ألا تذكروهن بسوء بعد الانفصال، وهذا هو شأن الأتقياء. سئل أحد الصالحين: لم طلقت امرأتك؟ فقال: إن العاقل لا يذكر ما بينه وبين أهله، ومن المعروف أن تمتعهن بالمال والكساء كل على قدر استطاعته. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. واحذروا أن تكون المراجعة بقصد الإضرار بهن والاعتداء عليهن، وهذا خطاب خاص لنوع من الأزواج يظهر الخير بلسانه ويبطن الشر في قلبه، فيقول بلسانه: لا أريد الطلاق، ولكني أريد الحفاظ على البيت والأسرة والأبناء، ولكنه أضمر الانتقام وإذلال الزوجة، فيبدو وقد أمسكها بالمعروف، ولكن الحقيقة أنه قد جعلها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا مطلقة. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره ظلما مؤكدا، فأكسب نفسه إثما وعرض نفسه لعذاب الله وغضب الله وسخط الناس، وظلم نفسه بحرمانها من الأجر والثواب، وظلم نفسه لما خالف أمر الله وشرع الله وحكم الله. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. ولا تتخذوا آيات الله التي أنزلها بالحق والصدق والجد هزوا، ولا تتخذوا أحكامه لعبا ولهوا. قال رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إني طلقت امرأتي 100 مرة، فماذا ترى علي؟ فقال عبد الله بن عباس: طلقت منك ب3، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فحكم الطلاق يقع بالكلمة المنطوقة وليس بنية الفاعل إن قصد غيرها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام والإيمان وتفصيل الأحكام، واذكروا نعمة الله عليكم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، واذكروا نعم الله الدينية والدنيوية التي لا تحصى ولا تعد. ولا يكون ذكر النعمة مجرد ذكر باللسان ثناء وحمدا، ولكن هناك أيضا ذكر القلوب وذكر الجوارح والأركان.
فنقر بالقلوب ونعترف أن هناك منعم أنعم علينا بنعم لا تحصى ولا تعد، هو الله عز وجل. ونصرف الجوارح والأركان فيما يحبه الله ويرضاه. ولماذا ننسى أو نتناسى أن الزواج والزوجة والبيت والاستقرار والأبناء من نعم الله علينا التي تستحق الذكر والشكر؟ ثم جاء تخصيص بعض النعم بعد العموم لأهميتها ومكانتها. وما أنزل عليكم من القرآن والسنة يعظكم به. فبالقرآن والسنة عرفنا الله، وعرفنا الإسلام، وعرفنا طريق الخير والنجاة، وعرفنا طرق الشر، وشتان بين حالنا وحال الصحابة في تلقي القرآن. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله وخافوا الله وراقبوه في جميع أموركم الدينية والدنيوية، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات، وسيحاسبنا جميعا كلا بما قدمت يداه. جزاكم الله خيرا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء